برعاية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الكويت الأول لمكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي يستمر لمدة 3 أيام، ويهدف إلى تسليط الضوء على أحدث القضايا والمستجدات الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تناول أحدث الحلول والاستراتيجيات التي تعزز أمن المعلومات لخلق بيئة آمنة وخالية من الجرائم الإلكترونية تضمن نجاح المشاريع التنموية والاقتصادية والإدارية. يأتي هذا المؤتمر بعد صدور قانون الجرائم تقنية المعلومات بدولة الكويت اللي صدر في 7/2015، ويأتي من باب أول شيء التوعية بهذه الجرائم الغير تقليدية، والتي تتطور آليات تنفيذها أو القيام فيها مع الوقت، مع تطور التكنولوجيا، وتيرة حدوثها ترتفع مع الوقت ولا تقل، وبالتالي يصبح من المهم أن نعرف آلية التعامل وياها، آلية حدوثها، كيف نقي نفسها منها، ومتى ما وقعت كيف نقلل من مخاطرها وآثارها.